دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نحل المسألة أكثر تعقيداً عن تجزيء الكسر الجزئي. لدي 10x تربيع زائد 12x زائد 20 مقسومة على x للقوة 3 ناقص 8. أول شيء سنفعله مع هذه العبارات النسبية التي نريد تجزئتها هو التأكد أن درجة البسط أقل من درجة المقام، وإذا لم تكن كذلك بالتالي سنجري قسمة طويلة كما فعلنا في العرض السابق. الدرجة الأعلى هنا هي عبارة الدرجة الثانية، وهنا عبارة من الدرجة الثالثة. إذن هذه العبارة درجتها أقل من تلك، إذا كانت من نفس الدرجة أو أعلى فسوف نقوم بعملية القسمة الطويلة. الشيء التالي الذي سنفعله هنا، إذا أردنا أن نجزئ هذه إلى مكوناتها فعلينا أن نجد عوامل المقام حتى يمكننا استخدام تلك العوامل كمقامات لكل من المكونات، وتحليل متعدد الحدود من الدرجة الثالثة أصعب بكثير من متعدد الحدود من الدرجة الثانية. لكن في هذه الحالة هناك شيء يجب أن يظهر لكم، إذا لم يكن بشكل مباشر فأتمنى أن ما سأقوله سيظهر لكم في المستقبل. يمكنكم دائما أن تفكروا فيما هو العدد الذي عندما تعوضوه في متعدد الحدود سيجعله مساويا لصفر. في هذه الحالة ما هو العدد المرفوع للقوة 3 ناقص 8 يساوي صفر، وأتمنى أنكم عرفتم أنه 2، وهذا شيء يمكنكم القيام به فقط من خلال الفحص أو من الخبرة. وسترى مباشرة أن 2 للقوة 3 ناقص 8 تساوي صفر، إذن 2 ستجعل من العبارة تساوي صفر، وهذا يخبرنا أن x ناقص 2 هو عامل. إذن يمكننا أن نعيد كتابتها كالتالي: 10x تربيع زائد 12x زائد 20 مقسومة على x ناقص 2، وهنا شيء ما ونحن لا نعلم بعد ما هو هذا الشيء. أريد أن أوضح فكرة سبب أن هذا صحيح، أو ما هي الفكرة الصحيحة. إذا كانت 2 تجعل من هذه الصفر، فإن 2 أيضا يجب أن تجعل من عبارة العامل تساوي صفر، ونحن نعلم أن 2 ستجعل من عبارة العامل تساوي صفر، لأنه عندما نضع 2 هنا فإن هذا العامل يصبح صفر، لذا سأجعل كل هذا يساوي صفر، ولهذا السبب كانت هذه الفكرة. إذا عوضتم هنا عددا يجعل من هذه تساوي صفر، فستضعون x ناقص ذلك العدد هنا، ونحن نعلم أن ذلك سيكون عاملا لهذا. حسنا، على أي حال الخطوة التالية إذا أردنا حقا أن نجزئ هذه العبارة النسبية هي أن نجد ما هذا الجزء منها، وطريقة فعل ذلك تكون باستخدام القسمة الطويلة الجبرية. نقسم x ناقص 2 على x للقوة 3 ناقص 8 لنحصل على هذا. لنفعل ذلك x ناقص 2 تقسيم x للقوة 3 ناقص 8. ما سأفعله هو أنني سأكتب، لقد تركت مساحة للعبارة من الدرجة الثانية وهي صفر، العبارة من الدرجة الأولى، ثم إن سالب 8 عبارة عن ثابت، إذن سالب 8. إنني أفضل أن أضع العبارات التي تحمل درجات في أعمدتها المناسبة، ففي هذه الحالة لا يتوجب عليك القيام بعملية قسمة طويلة. إذن x للقوة 3 تقسيم x، عليك أن تنظر إلى العبارات ذات الدرجة الأعلى تساوي x تربيع، سأضعها في عمود x تربيع، ثم x تربيع ضرب x ناقص 2، x تربيع ضرب x تساوي x تكعيب، x تربيع ضرب ناقص 2 تساوي ناقص 2x تربيع،
الآن سوف نطرح هذا من ذلك. إذن يمكنني أن أضيف الإشارة السالبة، فإنني دائما أجد هذا أبسط. إذن يتم حذف هذه ويتبقى لدي 2x تربيع ناقص 8. كم ناتج 2x تربيع ناقص 8 تقسيم x ناقص 2؟ 2x تربيع تقسيم x تساوي 2x. 2x ضرب x تساوي 2x تربيع. 2x ضرب ناقص 2 تساوي ناقص 4x. الآن نطرح هذا من ذلك، ويمكننا فقط أن نضيف الإشارة السالبة. إذن يساوي 4x ناقص 8، ثم لدينا 4x تقسيم x تساوي 4. الآن 4 ضرب x تساوي 4x، و 4 ضرب سالب 2 تساوي سالب 8، ولا يوجد باقي، وهذا أكثر تجزيئ، حيث أن x ناقص 2 بلا شك كان عاملا ل x للقوة 3 ناقص 8، والعامل الآخر هنا x للقوة 2 زائد 2x زائد 4 مضروبة في x ناقص 2 تساوي x للقوة 3 ناقص 8. الآن يمكننا أن نكتب المسألة الأصلية. حسناً، دعوني أكتبها في الأسفل هنا. ماذا كانت؟ اسمحوا لي أن أستخدم لوناً آخر. 10x تربيع زائد 12x زائد 20 مقسومة على x ناقص 2 مضروبة في x تربيع زائد 2x زائد 4. كل ما فعلناه الآن هو تحليل ذلك إلى x للقوة 3 ناقص 8، لكن يمكننا الآن إجراء امتداد كسر جزئي أو تجزيء كسر جزئي. هذا يساوي وهذه النقطة مثيرة للاهتمام هنا، حيث تباعدنا قليلا عما فعلناه في العرض الأول. هذا يساوي ثابت مقسوم على هذا المقام، أي تقسيم x ناقص 2، وهذا يختلف قليلا عن ما رأيته في العرض الأخير، زائد bx زائد c مقسومة على هذا x تربيع زائد 2x زائد 4. وربما ستقول: كيف عرفت أن تفعل ذلك؟ حسنا، ما تفعله هو أن تنظر إلى درجة المقام، إنه مقام من الدرجة الأولى، وتقول: حسنا، إن درجة البسط في هذا الجزء من الكسر ستكون أقل بمقدار واحد من ذلك. إذن هذه الدرجة الأولى ستكون درجتها صفر، إنه ثابت. هنا الدرجة هي 2. إذن درجة البسط ستكون 1، وربما أن درجتها 1 فيمكنها أن تحتوي على ثابت ودرجته صفر، فنحصل على bx زائد c. كما تعلمون ربما سينتهي بنا المطاف إلى ثابت، في أي حالة يمكننا أن نجد قيمة b ويكون الناتج صفر. وفي الواقع هناك شيء آخر ربما ستسأله: لماذا لا نستخرج عوامل هذا؟ ويمكنك أن تحاول، لكن إذا نظرتم إليه من خلال الفحص فيمكنكم أن تحلوا صيغة تربيعية ذهنيا، وسترون أنكم ستحصلون فقط على جذور خيالية هنا. إذا في الواقع هذا غير قابل للتحليل أكثر. لا يوجد المزيد من الأصفار الحقيقية فيه، لقد حللناها قدر المستطاع. ومفتاح الحل الآن حتى نقبل امتداد الكسر الجزئي
هو إيجاد قيم A, B و C، وسنفعل ذلك بنفس الطريقة التي فعلناها في العرض الأخير. ما سنفعله هو أننا سنضيف هذه الأشياء الثلاثة. فإذا أضفنا، دعوني أكتب هذا على الجانب الأيسر، 10x تربيع زائد 12x زائد 20 مقسومة على x ناقص 2 مضروبة في x تربيع زائد 2x زائد 4 تساوي، إذا جمعنا هذين فسوف نحصل على المقام الموحد وهو x ناقص 2 مضروبة في x تربيع زائد 2x زائد 4، ويكون الناتج عندما نضيف المقام الموحد A مضروبة في x تربيع زائد 2x زائد 4 زائد bx زائد c مضروبة في x ناقص 2. حسنا، أصبحت المقامات متماثلة، إذا يجب أن تكون البسوط متساوية. سأعيد كتابتها، 10x تربيع زائد 12x زائد 20 تساوي A مضروبة في x تربيع زائد 2x زائد 4 زائد bx زائد c مضروبة في x ناقص 2. ربما أنها تبدو مسألة متشعبة، وإذا قمتم بحلها بتأني كما فعلت في العرض الأخير فسوف تأخذ وقت طويل. ستكون عبارة عن ثلاث معادلات وثلاث مجهولات متشعبة جدا، لكن يمكننا عمل نظام بنفس الطريقة التي فعلناها أول مرة. دعونا نختار قيم X تبسطها وتسمح لنا أن نجد واحدة من هذه A, B أو C. ما هي قيمة X التي يمكنني أن أعوضها وبالتالي أحذف على الأقل 2 من المتغيرات؟ إذا وضعت X تساوي 2 فإن هذا سيصبح 0، أي ما سيجعل من كل هذه العبارة تساوي 0، ويتبقى لي A و X وأعلم أنه يساوي 2 لأنني أختار X تساوي 2. إذا كان X يساوي 2 فماذا أفعل هنا؟ عشرة إكس تربيع تساوي عشرة مضروبة في اثنين تربيع وتساوي عشرة مضروبة في أربعة زائد 12 إكس تساوي 12 مضروبة في اثنين وتساوي 24 زائد 20، هذا يساوي A مضروبة في 4 زائد 4 زائد 4، ثم إن جميع ذلك يصبح صفر لأنني اخترت X تساوي 2. 10 ضرب 4 تساوي 40 زائد 44 تساوي 84 وتساوي 12 A. نقسم كلا الطرفين على 12 فنحصل على A تساوي 7. لقد أحرزنا تقدما. الآن دعونا نرى، نحن نعلم ما هي قيمة A، هل بإمكاننا أن نختار أي قيمة أخرى لـ X بحيث تختفي الـ B أو الـ C؟ حسنا، يمكننا إخفاء الـ B إذا كانت X تساوي 0، لذا دعونا نجرب هذا. دعوني أختار لونا آخر مناسب، اللون الأصفر. إذا كان X يساوي 0 بالتالي الجانب الأيسر هذا الصفر وهذا الصفر يتبقى 20 تساوي 7 مضروبة في 4 زائد C مضروبة في سالب 2 سالب 2.
هذا يساوي 20 تساوي 28 ناقص 2 سي. نطرح 28 من كلا الطرفين تصبح ناقص 8 تساوي ناقص 2 سي. نقسم كلا الطرفين على ناقص 2 ونحصل على سي تساوي 4. لقد انتهينا تقريبا. الآن دعوني أعيد كتابة المعادلة هنا باستخدام A، ودعوني أرى إذا كان بإمكاني فعل ذلك. 10 إكس تربيع زائد 12 إكس زائد 20 تساوي 7 مضروبة في إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 4 زائد بي إكس زائد 4 مضروبة في إكس ناقص 2. انتهت المساحة تقريبا. لدينا الآن إكس وبي، وحتى نجد بي يمكننا أن نعوض أي قيمة لإكس تجعل حساباتنا بسيطة وتختفي بي. إذن لا يمكننا أن نختار إكس تساوي 0، لكن العدد الجيد هو 1. فإذا كان إكس يساوي 1 لدينا 10 زائد 12 زائد 20 تساوي 7 مضروبة في 7 زائد ب زائد 4 مضروبة في سالب 1. هذا يساوي 42 تساوي 49 ناقص ب ناقص 4. يمكنكم، لا أريد أن أجعل الحسابات فوضوية، إذن يمكننا أن نقول 42 تساوي 45 ناقص ب. نطرح 45 من كلا الطرفين ونحصل على ناقص 3 يساوي ناقص ب. إذن ب تساوي 3. من خلال قسمة الطرفين على سالب 1، إذن في المعادلة الأصلية الموجودة في الأعلى هنا الآن نعلم أن ب تساوي 3 و C تساوي 4 و A تساوي 7. إذن تجزيء الكسر الجزئي لهذا 7 مقسومة على X ناقص 2 زائد 3 إكس زائد 4 مقسومة على إكس تربيع زائد 2 إكس زائد 4. حسنا، كانت تلك المسألة متعبة، ويمكنك أن ترى أن تجزيء الكسر الجزئي يصبح أكثر تعقيدا عندما تكون درجة المقامات أعلى، لكن أتمنى أنكم وجدتم ذلك مفيدا.